مطالب الصحافة الموريتانية بتنقية ودعم الحقل تصل طاولة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم. الانشقاقات تهدد بقاء المنظمات الحقوقية وسط اتهامات بالمتاجرة بالملف الحقوقي في موريتانيا. المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي ترفض إقرار نظام الأسلاك وتقلل من نتائج سنة التعليم. مشاهدينا، أهلا بكم إلى تفاصيل جولتنا أخبار الساحل، نقدمها لكم من العاصمة نواكشوط. نظم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم لقاء بالصحافة الوطنية والدولية على مائدة عشاء تم خلاله مناقشة واقع ومشاكل الصحافة الموريتانية. وقد أكد المتدخلون من الصحفيين على ضرورة دعم الصحافة فنيا وماليا حتى تدخل مرحلة المؤسسية. رئيس حزب الاتحاد سيدي محمد المحم قال إن حرية الصحافة مكسب لا رجعة فيه. هذه الفترة التي كانت فترة تكريس الحريات الإعلامية، لين تقتنع الناس أن الحرية الإعلامية خيار لا رجعة فيه، تقتنع أنه مهما كان ما لا يعود فم إطلاقا رجوع إلى الوراء، غير من يفوتوا نقتنعوا أن مكسب الحريات أنه عاد مكسب وطني للصحافة الموريتانية وجزء من مسار العملية الديمقراطية القائمة على حرية التعبير. يلا ننتقل بالصحافة من إلى مستوى المؤسساتية ومستوى الصناعة، نتعود فم صناعة الصحافة صناعة الإعلام. ظهر لي أنها من الميادين اللي نحن نقدو نفسه فيه حتى دوليا، وعندنا فيه كفاءات عالية جدا أثبتت جدارته في مؤسسات إعلامية دولية ذات سمعة كبيرة. تواترت بعض الأخبار في الآونة الأخيرة بخصوص وجود انشقاقات داخل بعض المنظمات الحقوقية وسط حديث عن اتهامات توجه لشخصيات في هذه المنظمات وخارجها بالمتاجرة بالقضايا التي تدافع عنها. ظنون واتهامات متبادلة، ذاك هو الجو السائد اليوم داخل الحقل الحقوقي في البلاد يقول أغلب المراقبين. فالمتاجرة بالقضية باتت العصا المتاحة لدى الكل، والاتهام بالمتاجرة السمة الأبرز التي يصف بها كل فاعل خصمه. حركة إيرا غير المرخصة والتي دخلت عالم الأضواء الإعلامية بعد حرق رئيسها بيرامو العبيدي كتبا للمذهب المالكي أكثر المنظمات تأثرا بالانشقاقات الأخيرة رغم تغييب السجن لرئيسها. فالأخبار تتواتر عن انسحابات متكررة لأعضاء بارزين ما تلبث المنظمة أن تنفيها أو تقلل من شأنها في أحسن الأحوال. اللافت والجديد يحملان تهديدات من بعض المنسحبين بكشف الأوراق وإظهار لائحة المتاجرين بالقضية إن من الحركة ذاتها أو مغردين خارج الإطار الحقوقي. أما نجدة العبيد فلا تسجل كبير جدل داخلي، لكن الشكوك تحوم حولها وحول مصداقية حالات الاسترقاق التي تكتشف كل حين. التجمع الأكبر أو هكذا أراد له مبتدعوه ميثاق الحراطين لم يسلم من الانشقاقات، بل والحديث بصوت عال من قبل مناصريه وأعضاء الأمس خوارج عن عدم تناسق في المكونات وغياب اتفاق على الوصول للأهداف. ثالثة الآثاف في قضية الكشف عن المتاجرة بالملف الحقوقي والتكسب من معاناة الضحايا إن بالرق أو بمخلفاته جاءت من قبل الحكومة التي قال قائلها بالأمر في تعهد معلن أمام ممثلي الشعب أن أي مرتكب لجرم العبودية ستطاله يد القانون وإن علا. أما وقفات الاحتجاج المطالبة بتطبيق وترقية القانون المجرم للرق والقضاء على مخلفاته فقد تجد ذاتها يوما دون قادة منظمين إن لم تعصف بهم الخلافات الداخلية قبل ذلك. ولإلقاء الضوء على الموضوع ينضم إلينا في الاستديو المهدي والمرابط نائب رئيس المنظمة الموريتانية للحقوق والحريات. أهلا ومرحبا بك المهدي، كيف تقيم الجو الحقوقي العام في موريتانيا؟ شكرا. الجو الحقوقي في موريتانيا يشهد حراكا غير مسبوق، خاصة إذا علمنا أن هذه المنظمات الحقوقية قامت بدور جبار وكبير في الاستعراض الدوري الشامل لمجلس الحقوق الإنسان اللي التأم أخيرا في جنيف، حيث كان من ثمار هذا النشاط الحقوقي والحراك الحقوقي 200 توصية
للحكومة الموريتانية كان شو 70 منها فقط بخصوص حالة وجود العبودية في موريتانيا، وبالتالي فالمشهد الحقوقي الموريتاني في أوجه، مع أنه هناك بعض النواقص مثل سجن بعض النشطاء الحقوقيين من أمثال زعيم حركة إيرا برام ولداه العبيد ونائبه إبراهيم والبلاء، ومع ذلك إلا أن الحقوقيين ما زالوا يناضلون في جو يطبعه التضييق على كل المطالبين بالحقوق. نعم، المنظمات الحقوقية تشهد صراعا داخليا كما هو متداول إعلاميا، ما السبب في ذلك وما مدى حقيقة هذا الصراع؟ بطبيعة الحال أن داخل كل منظمة حقوقية أو حزب سياسي أو أي تيار هناك عدة آراء قد تسفر في بعض الأحيان إلى الانشقاقات، لكن المهم أن يكون هذه الانشقاق يدور وأصحابه يلتقون في الهدف. وأنا في الفترة الأخيرة حتى الآن لم أسمع بأي انشقاق في هذه المنظمات حسب علمي. نعم، أعضاء إيرا يعيدون بكشف المستور حول المتاجرة بالملف الحقوقي، ما مدى خطورة الأمر وهل له تأثير عليه؟ في الحقيقة أعضاء من إيرا هذه نكرة، لم تحددون أي أشخاص من إيرا. في الحقيقة إيرا هي المنظمة الوحيدة التي تشهد. نعم، أعتقد أن السعد والوليد في صفحته اليوم أكد بأنه سيكشف المستور. بالنسبة لي لست عضوا في حركة إيرا. نعم. وأتابع الساحة السياسية، لكنني لم أرى حتى الآن بيانا من حركة إيرا، ولم أطلع حتى الساعة على ما كتبه الدكتور السعد والوليد. وبالتالي ما أريد أن أؤكده أن حركة إيرا هي أكثر الحركات الحقوقية الموريتانية استهدافا من قبل النظام الموريتاني، بالرغم أن رئيسها ونائبه ما زالان يقبعان في السجن. نعم، المهدي والمرابط نائب رئيس المنظمة الموريتانية للحقوق والحريات، نشكره جزيلا، كنت ضيفا في هذه النشرة من قناة الساحل. شكرا جزيلا. أبدت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي رفضها لإقرار نظام الأسلاك بغير الصيغه التي تم الاتفاق عليها بين النقابات ووزارتي التهذيب والوظيفة العمومية في العام 2012، مؤكدة في بيان حصلت الساحل على نسخة منه أنها لن تقبل القرار ما لم يحوي الحقوق المنصوص عليها في ذلك. واعتبرت النقابة أن سنة التعليم لم تضيف أي جديد بخصوص حل مشاكل التعليم المحورية وفق البيان الصادر عنها. انتشرت في الآونة الأخيرة محلات إنتاج بيع لحوم الدجاج المحلي، الخدمات التي تقدمها هذه المحلات، وبالرغم من القبول الذي لاقته من لدن المواطنين، إلا أن هناك من يطالب بضرورة تطوير هذه المحلات لتتمكن من مراعاة إجراءات السلامة الصحية. في هذه المدجنة الواقعة على بعد 19 كيلومترا شرق العاصمة نواكشوط يتم إنتاج 15,000 كتكوت كل أسبوع، وتطالب اتحادية الدواجن بالتعاون مع الجهة المعنية للنهوض بهذا القطاع. الاتحادية فعريضة طرحتها عند الوزارة وشاركت بها في الورشة، نصت على أهداف معينة لتنمية القطاع، وذوك الأهداف هم ينطلقوا من التكوين أولا والمتابعة والتمويلات، تسهيل لاتصال القروض التمويلات المداجن، ومتابعة مع الإدارة الصحية والثقافية، ومنازل أراضين خاصة لتربية الدواجن. مداجن تقديم خدمة بيع لحوم الدجاج المحلي تنتشر على نطاق واسع في شوارع مدينة نواكشوط، ويفضل الكثير من المواطنين منتوج الدجاج المهجن على النوعية المستوردة. الديوك ما هو واحد، هاو الديوك المحليين، نحن هون الموريتانيين كنا بحاجة لهم، كنا نستعمل الديوك المستوردة اللي تجينا تواريخ ما هي مضبوطة، وكثر من الأحيان تعود ما هي معروف لشي ولا هي صحية، وذبيحتها ما نعرف أصولها كان إسلامية كان ما إسلامية. بالرغم من المستوى الذي وصل إليه توفير هذه المادة، إلا أن نقل بيعها إلى مجازر عصرية تحترم صحة المواطن أمر باتت الحاجة إليه أكثر إلحاحا. محمد فارو الحامد، الساحل تي في، نواكشوط. فقرة أراء حول واقع الخدمات التي تقدمها محلات بيع لحوم الدجاج المحلي في العاصمة نواكشوط.
الدواجن المستورده من الخارج وهذه اللي هون من الصح حتى هذه اللي هون واحده لانها ماي مثلجه لا الاولى لان نحن كمسلمين يالتنا نعرف الطريقه بعد قاع ماكولاتنا يالتها تعود واخذ على الشريعة الاسلاميه فاهم من ناحيه التركيه هاي يذكوها الخارج الخارج ما متابعين لاي شريعه ولا اي شيء يسوى شنو يذبحوا بالمكاين فاهم ويذبحوا وتذبح اياجي كافره ولا مذكيه الدوله يالتها تقفى ذيك تعدل طريقه تقطع بها ذيك المستوردات جميع المستوردات من الخارج ما يواخذ على الشريعه الاسلاميه يالت الدوله توقفها ديو كامل واحد انت اللي شانيته قال بعد احلى ذوك الثاني ذوك هذا اللي محلي ذول الله ينذبحوا ما احنا ناكلوا احنا سجاني ناكلوا تو لا اللي كانت ناكلوا ام بليز مارا ما نفتني ما روت هاي ايكونومي بيو تو سا ان موجي ها ماي يمن بوتو واتيران هاكيل ام بليز توما سانكارا كو دوم هابونوتو نو د بوركينا فاسو يو نو كيم يو فالوريز افريك فوف يو فالوريز كو جوغي كو واسا واتو هاكيل مون اوروبا اي غوت انداكو مي نيمينتن سيرتو نو سوم دي بيي مسلمان فوقهم بتحكيله كنيامات كوسا وكحلال ولا كحرام يمي بتوت تحكيله كنيامات كو من احنا هون ستورد جوك جوك لماذا يجون مستوردين من خارج بيالتهم عود مستوردين عندنا احنا مربين عندنا احنا يجون في راكيس صغيرين ونربهم نحن ونذبحهم على طريقتنا احنا الشرعيه سمعت ها وعودوا عندنا مولي دكاكين معروفين وعودوا عندنا مولي بائعين يعودوا متخصصين وعودوا عندهم دكاتره متخصصين في الديوك ما زال المظهر العام لمدينة نواكشوط وهي تدخل عقدها السادس في تباطؤ شديد حسب كثيرين رغم الجهود التي تبذل من حين لآخر في ظل غياب الوعي المجتمعي بأهمية هذا المظهر. طفرة عمرانية شهدتها العاصمة نواكشوط التي تطفئ شمعة عقدها الخامس من تصالحها مع المدنية وإكراهاتها مدنية حسب الكثيرين لا تزال تحتاج للمزيد من الوعي فيما يتعلق بنظافة الشوارع والحفاظ على المظهر العام للمدينة. المواطن ما بيتعاطف مع الدولة بالتالي لأن إذا عادت الدولة عدلت فما هدف في قضية مبالية تلوعات عدلتها تنباع والله عدلت عليها ضريبة دور تصبح التنظيف يخلق بين من ينصف شهود السلطات الإدارية فيما يتعلق بالمحافظة على الوجه الحضري للعاصمة نواكشوط ينتقد آخرون تقاعس السلطات عن دعم البلديات في هذا المجال كي تطلع بدورها في تنظيف المدينة وفرض إتاوات على المخالفين. أنا شايف النقص من الدولة بأشبه لدون راس فينا مقابلات معدلين مع عدة عمد والله بعد واحد من العمد شفتوا معدل مع مقابلة وقطعا صرح بأن الدولة أنها ما هي داعمة للبلديات في مجال التنظيف. نواكشوط وإن شهدت تحسنا خلال السنوات الأخيرة في المجال العمراني فإنها في المقابل تحتاج لتحسن في ذهنية المواطن ليتعاطى أكثر مع ثقافة المدينة في عاصمة عصرية. أحمد الدد الساحل تيفي نواكشوط. شب حريق في أحد أحياء منطقة دبي بمقاطعة تجنين أدى إلى إصابة أطفال بحروق متوسطة كما أوقع بعض الخسائر المادية. لم يكن صباح أهل حضرامي صباحا عاديا في هذا المنكب القصي من نواكشوط المعروف بدبي حيث حولت ألسنة اللهب كوخهم المتواضع وما به من متاع إلى أثر بعد عين. الحمد لله ما زقنا حد ولكن متاعنا كامل نحرق ومبارنا هذا اللي طراي في سنكو راي كامل اشعل كان هون مكان مدى ساكنة مع صباح اليوم شعلت غازية بيت فيه قاصو وتوه ومع الصباح جات طفلة لا تقدي قاصية وتوه شعلت فيه النار وتوه هم ما مرقوا منه شيء لا الحمد لله هم اللي مرقوا تركة نحرقوا شوي تركة نحرقوا وجوههم وإجناحهم. الصغيرة مريم وأخوها الأصغر منها محمد باغتهما الحريق وهما نائمان ولولا لطف الله وتضحية الأم بنفسها لإنقاذهما لقضى عليهم الحريق. قاسم كبير بيت قاهون في فيديو شوي سرت كوي هنا في النقا تو قبلنا قبلنا قاسم كبير شطران هاد قدام تو والصغير قاعد لاني شطنا ذاك الصغير تو قاعد الكبير قاعد ذاك الصغير في الدور
فوق عقبتي جاتنا طفيل وحاصت زرقت قدام قفت انا دخلت من الى الطفيل وما راقت. هذا الحريق الذي لم يتطور بفعل تعاون الجيران على اخماد نيرانه قبل ان يستفحل يدق ناقوس الخطر ويجعل من الضروره بمكان اكمال فتح الطرق والممرات في حي تكثر فيه العرشه ولا تجد فيه الحمايه المدنيه طريقا لاخماد حرائقه. هذا إن وجدت تلك الحماية المدنية التي كثيرا ما تأتي بعد أن يتولى الناس دورها. يعقوب بياه، قناة الساحل، مرشوط. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة انتشارا واسعا في الاستخدام، أدى إلى طمس الإعلام التقليدي، بل أصبح لهذا الفضاء الافتراضي انعكاساته الإيجابية والسلبية على الحياة الواقعية. فرضت مواقع التواصل الاجتماعي قاعدة المجتمع المرسل والمستقبل في نفس الوقت، بعكس الإعلام التقليدي الذي هو إعلام وسيط يبدأ بإرسال مؤسساتي إلى استقبال جماهيري، وبذلك أعطت الحق للكل في التعبير دون كبير عناء ودون المرور بمحددات العمل الصحفي. أصبح الفضاء الأزرق من هذا المنطلق معرضا مكبرا لكل الأفكار رفيعها ووضعها، كما سمح للشائعة أو ما كان يطلق عليه كلام رجل الشارع بالانتشار، وأكسبه طعما خاصا لهواة فن اللحلحة كما تسمى شعبيا. أسهم أيضا انتشار مواقع التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتويتر في تحديد معالم سياسات دول، وكشف النقاب عن العديد من النواقص ليحمل بذلك لدى البعض لقب الإعلام الاجتماعي الجديد ببعديه البصري والسمعي. ظهور مفهوم الإنسان الرقمي الذي يطلق مجازا على السابحين في فضاءات العالم الافتراضي المتحررين من قيود الجغرافيا والتقاليد والتأثيرات الاجتماعية، وازدهار العلاقات الافتراضية من أهم مفرزات هذا العالم، وهو تأثير اجتماعي ألقى بظلاله من خلال هذه التطبيقات التي استحوذت على اهتمامات جل شبابنا. أخبار الساحل وصلت نهايتها، وكنتم قد تابعتم فيها مطالب الصحافة الموريتانية بتنقية ودعم الحقل تصل طاولة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم. الانشقاقات تهدد بقاء المنظمات الحقوقية وسط اتهامات بالمتاجرة بالملف الحقوقي في موريتانيا. المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي ترفض إقرار نظام الأسلاك وتقلل من نتائج سنة التعليم. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت الساحل.tv. لكم تحيات فريق العمل، أطيب المنى وإلى اللقاء.